كلمتك امبارح مرتين ما ردتش عليا. معلش يا مستر ادري، بس حضرتك كلمتني الساعه 2 الصبح فانا كنت نايم والله. نايم؟ ده مبرر انك ما تردش؟ ترد عليا في اي وقت، 2 الصبح 2 الظهر ترد عليا. حاضر يا مستر. فين الباب؟ اوعى. حاضر. انت واقف بتعمل ايه؟ حضرتك كنت بتتكلم. اطلع بره. كونك مهتم بقضية معينة ده مش معناه انك تهمل في باقي القضايا. انا عمري ما اهملت في شغلي، بس في اولويات. يعني عارف انك معطل قضايا معينة. مأجل الشغل فيها مش معطلها. اكيد يعني قضية خناقة على حتة ارض مش هديها نفس الاهتمام بتاع قضية بتخسر ملايين في البورصة. فريدة، هم دول منك؟ ايوه مني بجد. اصل حفلة عمر خيرت يعني التذاكر بتاعتها بتخلص من قبل ما بتنزل اصلا. انت جبتيهم ازاي؟ على قد تعبك في شغلك على قد تعبي في مكافئتك. انت شغلك زي ساعة يا ادري، مش معقول انت الشهر ده بس مدخل 2 عملاء جداد على الشركة. ميرسي قوي، ميرسي قوي يا فريدة. المهم انك تتبسط. طب قولي لي بقى، صحيح اعدي عليكي ولا تعدي عليا ولا نتقابل هناك في الاوبرا؟ لا هو انا النهارده يعني انت طبعا اللي هتعدي عليها، انت الراجل. ادري انت والدتك داعيه لك، انت بس مش هتتفرج على عمر خيرت لايف، لا فريده كمان هتخليك تسلم عليه بنفسك. فاكره فريده لما وديتيني اسلم عليه في الباك ستيج؟ فاكره طبعا. انت اول حاجه لما تشوفه هتقول له انت بتشتغل ايه؟ محامي كبير. واكتر تراك بتحبه له ايه؟ قضيه عم احمد. شفت انا عارفك ازاي؟ ليلة سعيدة. بقولك ايه، احنا هننبسط جدا جدا جدا، بس في حاجة لازم نتفق عليها. فريدة في الحتة اللي هي بيعمل نننننننننن، احنا المايسترو بيعمل كده القاعة كلها على السقفة نن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 ن
أدري هحصلك على هناك. يلا يا أدري عشان ما تتأخرش. عمري ما هتأخر، بس احنا متفقين.